مضربة ميمو تو ايش؟ مت دعاية في الجامعة نقول لك انا مقربة مقربة يلا لا انت قلت ولي يا صالح يا امها ميم رأيتي كيف قلبي وقعني من هذا الخبر قوشي قراح تسلموا من الخبر يقول لي هذا الخبر حق تعس كله مستعد خلاص قلب الإعلامي شكرا بها هذا مشي قلم الشعب ميت من الجوع ما وتشتغلوا لا جابة هون الأمية منتشرة قبل الحرب من قبل الحرب بس الآن اشتدت الأمية مع الصغار بالسن لأنهن صعب عليهم يروحوا للمدارس الأهالي ما حبوش إنهم يرسلوهم يخافوا عليهم يا تكون البيوت بعيدة يا يكونوا نازحين من مناطق مختلفة ما تأقلموش مع المنطقة اللي هي فيه يعني حاولوا يرسلوهم للجامعة هذين التنتين البنات ما عندهمش القدرة ينتقلوا للمدارس حتى لو كانت قريبة يخافوا عليهم إحنا منطقتنا دائما بتشوف القذائف متواصلة للمنطقة نحاولنا الآن نفتح بالفترة الصباحية برغم إنه دائما محو الأمية يشتغل بعد الظهر نحاول لو نحصل حتى على ساعة أو ساعتين ندرس فيبة من على السبورة كلها كنتوا بالأو لا تأكل لا تأكل انتي ميم وسين وكا نس بعده ايش بلياء أنا حبينا إن إحنا نتعلم وجينا فترة الصباح لأنه الضرب مستمر دائما صباحا ومساء الضرب على مدار الوقت ما نقولش في الصباح أو في العصر أو في الليل يعني على مدار الوقت الضرب فإحنا نجي في الصباح والضرب ماشي ولكن من شان نتعلم ونفيد أنفسنا وأولادنا إن شاء الله فإحنا مستمرين إن شاء الله لا الطالبة الحمد لله موجودات بكل جامعة يعني هنا داخل تعز في كل جامعة إن ما رحتي تحصلي حلقات أمهات حلقات قرآن كثير يعني ما زالت الأمور هذه الذي مشتد علينا الحمد لله وجهتنا لأحسن من ما كنا فيه را تين بعد الراء إيش را يلا دارسات السطر الثاني أو أو أو